انا مش عارف المفروض انا اديكي باني اسم دلوقتي. انت عارفه؟ ايوه عارفه يا شريف. ولما انت عارفه ليه سايبانا طول الفتره اللي فاتت دي كده؟ طيب هتكمل بس هقول لك انت بس. تقدر حضرتك بقى تقول لي انت مخبي ايه؟ النتيجه النهائيه بنت مدام فريده. طب لو في عيله استريحت مش في عيله تانيه هتتعذب؟ ان شاء الله التحليل هيتعمل، ما تستعجليش، وهنعرف كل حاجه في الوقت المناسب. يا ريت يبقى قريب، قريب قوي، لان الايام اللي جايه هتحصل فيها حاجات كتير ممكن تلهينا. في حد كلمك من بره؟ كارما مثلا؟ باشا بصراحه امن الدوله شم خبر عننا كده ومراقبيني. مراقبينك؟ مراقبينك وطالب تقابلني؟ ما انا عايز نشيل لوحدي ولا ايه يا باشا؟ بس سيادتك برضه يا باشا تبقى الله والخفي. انا حطيت كارما قدام باهر شريكك، شغلتني عشان اجني دقايق ويبقى لك عين عليه. تخيل يا باشا بقى انت بتعمل كل دوت ولا حد واخد باله ولا حد حاسس انك محرك كل الشخصيات دي كده زي عراس المارونيت. المهم القضيه هتتحول لنيابه امن الدوله العليا. النيابه بقى هتحولك للمحاكمه. قبل ما تحولك للمحاكمه كل اموالك وممتلكاتك هتتصادر. ومراتك وولادك هيبقوا اوصياء عليها. هم مالهمش ذنب. طيب بعد اذنك انا عايز اشوف حقك. هنبلغهم. بس مش عارف بقى هم كمان عايزين يشوفوك ولا لا. خصوصا بعد ما عرفوا انك انت ليك يد في تفجير الفندق. بلغوني انهم قبضوا عليه متلبس واخدوه على الامن عشان يحققوا معايا. يعني من بكره الصبح حياتنا كلها هتتغير. انا عارفه انها صدمه صعبه بس كان لازم تسمعوا مني الكلام ده قبل ما تسمعوا من اي حد تاني. دي الأيام الصعبة اللي كنت بتكلمين عليها يا ماما. هي بس ما كنتش متخيلة إنها هتيجي بالسرعة دي. معقولة سابنا كلنا نروح الفرح ليلتها وهو عارف إن هما هيفجروا؟ عارف ولا مش عارف مش هتفرق. المهم دلوقتي لازم نشوف هنواجه العاصفة اللي جاية دي ازاي. عاصفة؟ ده احنا هنحط راسنا في الوحل من الناس. بابا رجل محترم، رجل الأعمال، القدوة، يطلع بيمول جماعات إرهابية يخسر لهم فلوسهم. متصعبهاش علينا يا شريف، صعبش علينا بقى يا ابني. انا واختك ما بلاش حد غيرك. انت ليش يا ماما؟ انا قد المسؤوليه. هي دي الكلمه اللي كان نفسي اسمعها منك. هي معاكي؟ يا حبيبتي أنا هطلع لوحدي. ما ينفعش نسيبها يا شريف، وأنا مش عايزة أخدعها زيه. أنا عايزة أقول لها. أنا كنت بفكر في كده. تعالى نطلع نتكلم مع احنا الاتنين. كويسة. كويسة أوي. اللي خلاني
خليني اعرف عيلتي اللي جاي عشانك، عشان شريف. حتى لو ما كنتش مليكة عمري ما هحرمك من انك تكوني انتي. عشان كده بكرة هنعمل التحليل. انا عرفت انا مين. دليل جديد؟ اتفضل شوف بنفسك. انا جبت سجل المكالمات بتاع المقدم خيري سالم من شركة المحمول طول الشهر اللي فات. انا عايزك بس تبص على اخر مكالمة هو عملها، كانت لرقم مين. طب وده يثبت ايه ولا ينفي ايه؟ ما جاتش على رقم التليفون يا معتز بيه. انت عارف ان انا مسكتش. انا اتحركت وسالت في المنطقه بنفسي وتاكدت ان انا اتشاف هناك اخر مره. اتحركت وعملت تحريات في المنطقه مع نفسك كده؟ من امتى بس بنشتغل من غير اوامر يا معتز بيه؟ انا لو متهور زي ما انتوا فاكرين كان زماني هناك دلوقتي، لكن انا ما عملتش كده. انا جيت اخد الاوامر قبل ما اتحرك، وافتكر ان الدليل اللي معاك دلوقتي كفايه. والله مش انا اللي اقول. خلاص يلا بينا على ست اللواء، هو اللي يقرر. هتيجي معايا ولا اروح لوحدي؟ الو مليكة، انت فين من الصبح؟ بكلمك ما بترديش، ليه قلقتيني عليكي؟ ليك حق تقلق بصراحة، النهارده كان يوم صعب قوي. مفيش أصعب من إن إنسان مستقبله يضيع. إن مستقبل عيلة بحالها يضيع. عيلة إيه؟ عم مليكة. باباها اتقبض عليه. أكرم ديودار؟ تخيل إن هو اللي طلع ورا التفجير بتاع القتال يوم الفرح. طلع هو اللي بيمول الإرهابيين. ألو سعيد، أنت معايا؟ أنا معاكي. أه معاكي. سكت ليه؟ لا مفيش مفيش، أنت عندك حق فعلا. الكارثة اللي أنت فيها دي أكبر بكتير. مال صوتك اتغير كده ليه من ساعة ما حكيت لك؟ أنت كويس؟ ما تقلقيش والله أنا زي الفل. أنا تمام، ما تقلقيش خالص. طب أنا ممكن ألبس وأجيلك على طول. لا خليكي، أنا بكرة الصبح هكلمك لما أحل المشكلة هبقى زي الفل. ما تقلقيش، يلا تصبح على خير. ولو الكلام ده طلع غلط يا باسل، أنا أثق من اللي بقوله لسيادتك يا فندم. كل ثانية بنخسرها فيها خطر على حياة الاتنين، بشير وخيري. بس لاحظ ان الورق اللي قدامي ده ما بيثبتش ان هو مخبيهم عنده. انت حريت يا فندم، متاكد اللي قدام سيادتك والقرار ليك في الاخر. طب لو قلت لك لا؟ هحترم القرار. وهتطلع كده منك لنفسك مش كده؟ اسمع، خد قوه معاك، بس اقسم بالله لو طلع الكلام ده غلط مش هتهوى معاك تاني. تمام يا فندم. خلاص النهاية. خسارة. الأيام الحلوة تعدي بسرعة زي أي حاجة حلوة ما بتدومش. كل فين يا راجل؟ هو انت لسه عندك كلام تقول؟ انت هتعمل ايه؟ انت ايه رايك؟ هو مش معقول هتخدرني تاني؟ لا يا راجل، تخدير ايه؟ التخدير ده كان مرحله معدت، خلصت خلاص زي الايام الحلوه كده ما بتخلص. مليكة عملت فيك ايه عشان تعمل فيها كل ده؟ لسه بتحبها. عبيط؟ لا مش عبيط، لسه صغير، لسه صغير. لما تكبر وتعقل هتفهم.
نفهم ان الحب ده عباره عن اوهام احنا بنرسمها في خيالنا. الاوهام دي احنا بنخلقها بنصدقها عشان تدي لحياتنا التافهه دي معنى، زي اي فيلم او روايه بنعيش احداثها بس في الواقع، وبرضه زي اي فيلم او روايه ليها نهايه، بس دي بقى نهايه الحياه الحتميه الموت. انت عارف كويس ان انا مش خايف من الموت، انت اللي هتخسر. هتلبس نفسك جنايتين قتل تانيين غير بتوع الدكتوره ماجده. ماجده سعيد، انا اسفه، انا ما اعرفش ايه جابني هنا، بس انا اسفه، انا ما كانش قصدي ادخل يعني، فانا همشي كاني ما جتش، كاني ما شفتش اي حاجه. اوكي انا ما شفتش حاجه، وكاني ما جتش، كاني ما فيش اي حاجه. انا اسفه، انا هسيبك وهمشي دلوقتي. ايه يا ماجده؟ ايه دي؟ معقوله خايفه مننا؟ ده انا سعيد يا ماجده. تعالي تعالي اقعدي عشان اشرح لك الموضوع. لا 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 يا سعيد، لا يا سعيد، انا ما شفتش حاجه. هو انا ما شفتش حاجه. سعيد سعيد، ايه سعيد؟ ايه سعيد؟ سامحيني يا ماجدة. مساء الخير. لو سمحت انا عندي بلاغ. لما البلاغ جالي باسم الدكتور سعيد الجمال ما رضيتش ابعت لك حد من الاسم، قلت اجي لك بنفسي عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. انا كان عندي جلسه في العياده خلصتها وقعدت اقرا شويه في الحالات التانيه اللي عندي تاني يوم وسمعت صرختها وجيت لقيتها. طبعا الباشا الهمام يسكت، لا ما يسكتش، لازم يحشر مناخيره في اللي يخصه واللي ما يخصوش. انت عارف انا عايز ايه؟ ملف مليكة. افتح لي بقى يلا الاوضه دي. محدش بيهرب من المكتوب مهما عمل. انت مثلا يا بشير، هو كان حد قال لك تكلم مليك عشان تنقذك وكون معاها ونيجي هنا وعالجك وتبقى زي الفل وبعد كده موتك؟ حضرة الظابط مين كان قال له يقعد ينخور ورايا؟ هو جه يشرف جنبك اهو، مين اللي جابه؟ المكتوب. انت عرفت اللي مكتوب لك ولا لسه؟ من زمان قوي، ان انا لسه صغير مكملتش 10 سنين. ابويا كان شغال مع اكرم دودار، ابو مليكة. الراجل ده كان شغله كله شمال بس كان حويط بيعرف يداري. وفي يوم من الايام ابويا اكتشف الغلط هو اللي بيعمله، فراح عشان يحذره. فالفاجر يعمل ايه بقى؟ طرده من الشركة، ضربه بالقلم على وشه قدام عينيا وانا لسه عيل صغير. روحنا يوميها وهو من قهرته دخل نام. كان يوم الصبح صحي لأن مات. ومن يوم ما قررت تنتهي من أكرم دويدار؟ أنا كرست حياتي عشانه. لما ابنه دخل كلية شرطة أنا عملت المستحيل عشان أشتغل في الداخلية معالج نفسي.
وحصل سنين سنين بحاول اخش جواهم واقرب منهم، والفرصه جت للسنه اللي فاتت فرح بنت النائب العام. الفرصه اللي انا اديتها لك انت مجرد اداه في ايد القدر. اللي وصلني ليهم المكتوب. انت بتضحك على نفسك يا دكتور. اللي عملته هيفضل يطاردك لحد اخر يوم في حياتك. اكرم دودار ممكن يكون فعلا قتل ابوه، بس انت دلوقتي اللي بتقتل نفسك. مليكة؟ قصدك ايه؟ انت ايه اللي جايلك دلوقتي؟ ولا حاجة، لما كلمتك في التليفون حسيت ان صوتك وطريقتك يعني مش كويسين فقلقت عليك، قلت اما اجي اطمن. انت دخلت ازاي؟ انا سايب الباب مفتوح؟ لا المفتاح كان في الباب فقلت انت اكيد هنا، جيت بصيت عليك ما لقيتكش. انت سمعتي حاجه؟ سمعت ايه؟ لا انا كنت ماشيه ليه؟ لما ما لقيتكش هنا قلت ادور عليك في البيت. تعالي معايا. اجي معاك فين؟ على جوه. سعيد ادخلي. ايه يا سعيد في ايه؟ يلا. طب ثانية واحدة بس هفهمك. يلا خلي ماضي. يلا حرج مليكة بره الموضوع يا دكتور، احنا رجالة زي بعض وهنعرف نتفاهم. خايف عليها؟ بيحبك ايه؟ متفاجأة؟ لا بس انت تقصد انه بيحب مليكة مش انا. مش فارقة كده كده هتحصل عليها. يعني ايه؟ احنا عملنا لها تحليل دي ان ايه وطلعت ايه؟ مظبوط، دكتور سعيد هو اللي عمل لي التحليل ودكتور سعيد برضه هو اللي زوره. ايه؟ تنكر؟ تنكر ان انت زورت نتيجة التحليل وطلعتني اي مكان مليكة؟ طول فترة علاجك ليا وانت بتحاول تحط جوايا ان انا ايه مش مليكة لدرجة ان انت جننتني. طول الوقت كنت بقعد اسأل نفسي ايه اللي ممكن يخليك تعمل كده؟ ايه اللي يخلي انسان يعمل كده في حد في اسوأ مرحله في حياته؟ لحد ما سمعتك دلوقتي وفهمت. يعني انت سمعتي كل حاجه بس للاسف متاخر قوي. ما كانش متاخر بالنسبه لي، شك فيك ابتدى من يوم ما جيت لي البيت وقلت لي ان انا وحشاك وان انت حاسس حاجه ليا. ما صدقتكش، عينيك كانوا مكدبين. يوميها قررت ان انا كمان هروح اعمل تحليل دي ان ايه لنفسي من غير ما حد يعرف عشان اشوف النتيجه في الاخر هتطلع زي ما انت قلتها لي ولا لا. الانسان بيمشي في طريقه يروح لمصيره برجليه. انا ماليش دعوه، انا مجرد اداه مش اكتر. صدقك عشان مش انت لوحدك اللي عملت فيا كده. حازم كمان من كتر الحقد اللي جواه ضحك عليا وقال لي ان انا وايه بدلنا السلسله واحنا ما بدلناهاش. انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول لك كده الصراحه. لا انت عارف يا حازم، عشان انت شايف ان الشريف خطف منك ايه فقررت ان انت تنتقم منه وتحسسه ان اخته هي اللي ماتت مش ايه.
والله ما فكرت فيها كده. حتى لو ما فكرتش فيها كده يا حازم ده مش مبرر برضه. أنا آسف يا مليكة، أنت عندك حق. أنا فعلا اتعاملت بغشمية معاك أنت وإيه. بس أنا بحاول أتغير. الإنسان بيجي عليه وقت ولازم يكبر حتى لو غصب عنه. بجد. وأنا خلاص مش زعلانة منك. وكان نفسي قوي إن هي تبقى عايشة وتسمع الكلام ده. كانت هتبقى فرحانة بيك بجد. كان بيكذب عليكي. يعني حتى حازم لما غلط قرر إن هو يصلح غلطته ويتغير. كل بني آدم فينا ممكن يغلط يا سعيد وممكن يصلح الغلط ده. إلا أنا. أنا خلاص. أنا إنسان مستقبله ضاع. كل حاجة راحت. الحل الوحيد عشان أخرج من كل اللي أنا فيه ده إن أنا أفتح صفحة جديدة وأنسف كل ده. مش هتعرف يا دكتور. لا لا إزاي؟ هيعرف طبعا. كل حاجة ممكن تتصلح والله العظيم صدقني. نفسي الزمن يرجع بيا لورا لما كنت عيل صغير. ابويا ياخدني في حضنه يقول لي يا سعيد ما تخافش. ما تقلقش. عمري ما هسيبك ابدا. كان نفسي يبقى قوي عشان يرد لأكرم الألم اللي هو اداهوله. كان نفسي كل الغلط يتصلح. بس للأسف في أخطاء ما بتصلحش. بلغت عني؟ والله العظيم ما عملت حاجة. من قاعدة معاك اهو. امال ايه؟ بس ايا كان اللي بتعمله ده هيضيعك يا دكتور. بلاش تقبض عليك وانت قتلت ثلاثة. اسمع مني. مش فارقة. واحد زي اتنين زي ثلاثة زي عشرة. اوعدكم بحاجة. الليلة دي مش هتعدي غير لما كلنا نموت. اقتلني انا وسيب مليكة. متبقاش جبان وتقتل واحدة ست. اخلص خالص. مش عايز اسمع صوتك. لا لازم تسمع يا سعيد. بدل الرعب اللي انت معيشنا فيه ده لو عايز تموت حد اقتلني انا. موتت قبل كده. لا 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 مش هو ده الحاج. لا لا مش هو ده العقل. العقل اني كنت اسجن ابوكي او اقتله بايديا. هو ده اللي انت عملته. هو دلوقتي في السجن ولو عرفت موت حد موتني انا بداله وخلصني. لا لا العدل مش كلمة تتقال بس يا دكتور. لو حاولت تطبق العدل بانك تظلم غيرك يبقى ما عملتش حاجة. عندك حق. اتكلم صح. يبقى لازم
واحد يموت.